ديروا جيم لاباج باش دائما يطلعوا لكم لي نوتيفيكاسيون ديالنا. ومرحبا والف مرحبا بكم وشكرا لجميع المتابعين على التتبع ديالكم وتبارك الله عليكم. اليوم غنبدا لكم خويشم ديال الاناناسا او كي كتشوفوا غزال في اللبسه 1900 درهم اللي هي 38000 ريال 190 اورو. خويتم عندنا لي طاي اللي بغيتي فيهم كاينين، الثمن ديالو اللي هو 1900 درهم 38000 ريال 190 اورو. 190 اورو اللي بغاتو دير له سكرين ومرحبا. 1900 درهم يلا بارطاجيو معنا ومرحبا بكم. كاين عندنا لو موديل ديال 3 دي الجديد اللي داخل اليوم راه سيرمو ب 1500 درهم اللي هي 30000 ريال 150 اورو. 150 اورو 3 دي الصح والعمل والمتانه، الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم 30000 ريال. تنسى لي الفيديو على اللي تخشوا 1500 درهم هي 30000 ريال 150 اورو. هاي اللي بغات دير لها كابتشر ديكرون ومرحبا. وكاين لي موديل اللي على هذا الشكل هكا الثمن ديالو اللي هو 1800 درهم، هذا 1800 درهم هي 36000 ريال 180 اورو. كيجي غزال 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 غزال، شوف الخدمه ديالو فنه. 180 اورو هي 36000 ريال ها هو. وكاين هذا لو موديل هذا الثمن ديالو اللي هو 1700 درهم 34000 ريال. هاد الديكور ديالو كيفاش جاي جاي على خديمه من الوسط كي كيجي فن فن تبارك الله. 1700 درهم هي 34000 ريال 170 اورو. 170 اورو ها هو اللي بغاتو دير له السكرين ومرحبا. فنين خويتما تبارك الله ما شاء الله غزالين غزالين. اما هذا ديال ربع لويزا ها هو راه مسيرتي وحجيرات وصحيح الخاتم يعني وغرك عليه الصح والعمل ومتان. الثمن ديالو 2200 درهم 44000 ريال 44000 ريال 220 اورو ها هو كيجي فن تبارك الله 220 اورو 44000 ريال. خويتم ما شاء الله تبارك الله غزال. كاين لو موديل ديال ربع لويزا اللي فهاد الخدمه هادي الثمن ديالو 1500 درهم، هذا ب 1500 درهم 30000 ريال 150 اورو. 150 اورو كيجي عاوتاني رائع وزوين. 150 اورو اللي هي 30000 ريال غزال غزال ما شاء الله. 1500 درهم هذا الموديل. كاين لو موديل ديال الاكس بروموسيون اليوم ب 1900 درهم اللي هي 38000 ريال. 38000 ريال اللي هي ب 190 اورو غزال. 190 اورو فن فن تبارك الله ما شاء الله اش كيدير عاوتاني رائع. خويا سمات كاملين غزالين غزالين. كاين هذا ديال دروج الثمن ديالو غزال 1700 درهم وصحيح. كاين الحجر لا والو خويا سمات كاملين ما فيهمش زعما الحجر. 1700 درهم هي 34000 ريال. 34000 ريال اللي بغاتو دير له السكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا. وكاين حتى هذا الموديل هذا راه ب 34000 ريال هذا الشكل هذا هذه التشكيلات هادو. هذا ديال 34000 ريال كيجي حتى هو على شكل قوقة هكا 1700. كاين هذا الموديل هذا حتى هو ب 1700 درهم 34000 ريال. شوف كيدير خدمة تبارك الله غزالة 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 ما شاء الله. 1700 درهم غزالين تبارك الله خويا سمات كاملين في المتناول وفي المستوى. بالنسبة اللي بغات تهدي الوالدة ديالها فهادو راه كادويات غزالين غزالين. كاين هذا البغاصلي هذا، هذا البغاصلي راه يجي مع هذا الخاتم كي كتشوفوا وتلاحظوا زوين. القياس ديالو الدولار 6 سنتيم، البغاصلي الثمن ديالو بوحدو كيبقى لكم على لا ب 5700 درهم. 5700 درهم هذا البغاصلي بومبي 3 دي المشاربي 5700 درهم. الا ديتي هو والخاتم ديالو كيبقى لكم 7200 درهم. الا ديتي هو والخاتم ولكن راه تبارك الله خدمه زوينه بجوج بهم 7200 درهم. يعني اللي بغاتهم تواصل معنا على رقم الهاتف ومرحبا والف مرحبا بها. هادو اثمنه زيد مناسبه وفي متناول الجميع. نتمنى اذا الاعجاب ديالكم وما تبخلوش علينا بالبارطاج ديالكم وشكرا لكم جميعا. كاين هذا البغاصلي، البغاصلي غزال عاوتاني هذا 3 دي 3 دي معروف هذا تقدي ديه مع هذا الخويتم هذا ديالو خويتم مع ديالو هكا كيجي فن. بالنسبه للسيدات اللي سولوني على هذا البغاصلي هذا راه الثمن ديالو 4000 درهم. البغاصلي بوحدو ب 4000 درهم اللي هي 80000 ريال 400 اورو. هو زوين الدوره ديالو 6 سنتيم فن. الثمن ديالو 4000 درهم هي 80000 ريال 400 اورو تقريبا. عندنا خديمه عاوتاني خديمه ديال الكلو اخر ما يكون في الكلو ها هو جبناه ليكم. شوف كي داير شوف المليح يا اختي المليح المليح شي حاجه فنه. الثمن ديالو ب 3800 درهم 3800 درهم اللي بغاتو دير لي سكرين ومرحبا. نشوف 3800 درهم فعلا لا داير الثمن ديالو هذا 3900 درهم. سمحوا لي اعتذر 3900 درهم ها هو.
ديال الكلوخ ديما غزال اش كي داير؟ شوف 3900 درهم 390 الاورو اخر ما يكون في الموديلات ديال الكلوخ. 3900 درهم هي 390 الاورو، 390 الاورو لواحد. اللي بغاتو دير له السكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف 0652151760 ولا 0673002854. كاين هاد البغاسلي هذا ديال الاناناسه، لو بري ديالو اليوم ب 2900 درهم هي 58000 ريال. 58000 ريال تقدي ديه مع الخاتم ديالو يطيح لك ب 5000 درهم، ولكن البغاسلي بوحدو ب 2900 درهم 290 الاورو. الدولار ديالو 6 سنتيم كيجي زوين في اللبسه صحيح والصح والعمل دائما. 2900 درهم هي 58000 ريال. هاو الخاتم ديالو هو هاد الاناناس صحيح، نجبدو خاتم الاناناس صحيح 1900 وبجوج بيهم كيطيحو عليك ب 5000 درهم. يلا اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. كاين هاد الموديل هادو شريت لا فيها 6 ونص الدوره ديالها، كيجيو جوج منقوشين وواحد مخرم في الوسط ديالهم على هاد الشكل هكا. كيجي الثمن ديالها 11000 درهم، 11000 درهم مليون و 20000 ريال هي 1100 الاورو تقريبا. هادو راه رائعين ما يتفلتوش، هادو غزالين. 11000 درهم ليا مليون و 20000 ريال، الدوره ديالهم 6 ونص يعني الدوره 21، غزالين غزالين تبارك الله. الاناقه الاناقه يعني راه من تلبسيهم والعيد هذا رمضان يبغي بنادم شي شويه يتانتك. كاين هادو ب 11000 درهم مليون و 20000 ريال هي 1100 الاورو. ما تنساوش تبارطاجيو معنا. وهاد الخويسم هذا ما تنساو ليش هاد الخاتم هذا، راه بيان سيغتي الخدمات الجدادين اللي داخلين في 3 دي ومسيرتين بالحجيرات. كيبقى الثمن ديالو هذا ب 1500 درهم، 1500 درهم هي 30000 ريال 150 الاورو، 150 الاورو هي 30000 ريال. هذا الموديل ها هو غزال، 1500 درهم 130 150 الاورو، 150 الاورو. اللي بغاتهم مرحبا الف مرحبا. عندنا لكم اونسومبل، اونسومبل ديال المشاربي غزال، الثمن ديالو ب 84000 ريال. ها هو كيجي غزال ب 84000 ريال، فيهم حلقات فيهم بوندونتيف وفيهم خاتم، الثمن ديالهم ب 84000 ريال. ثلاثه ديال